بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وأصدقائي في الله. صدوا هذا إن شاء الله كل صدوا هذا مقال عصب عاوة إن شاء الله تعالى وحندين وضع كل وقت نور يطبن مركز جيدو أمدر إيو كوكرة ومركز أدو استعمال كرتيد ونكبقايو كان إريايو جنكا قريا ذا كسارايو حتى كوا مرسد كلوية قانو يعني كوا قرياشة دقن حتى ويكاقا حيان إلا لبي طبن جيد ويان إيو أصبحوا والله صعود إن شاء الله. مقال حسابهم ويا جيده قارقود أجل كه ليس ولا جايب يا والعك وحلاجاسي تربلا. لكن أنا إن شاء الله تعالى في سبيل الله لأجل الله سبحانه وتعالى جفتي هدية أيام كوجش جنا جيده هسي إن شاء الله تعالى وحرجين يعني وحبلا نلاش هذا كبدال دونان. أما أد مركزي حلكي أد العقب بقلال دولار هذا قصة صار اللي هيد أد أجل كقصة صار كرتيد سيف ضلنا كوجش جدنا إن شاء الله تنكنا وكسر يجري جاجا نوعي ذا كلا دوانا أردن حد بقى مد بقى وحو قبطايا كوسو قد بنا سور كيسنا وكوسو صاري دونا سياد ورها ستيد إن شاء الله تعالى ديرتا أدو قد نحرها ستيد أدو ما سنتي ولا ليال سود وذا إذن لاي هاي ربي سبحانه وتعالى هاي بن بركيو مقالك نولا قريا نوشر قريا صاحب ذن اللو ذا قاينتاس أنو قد ديقا إن شاء الله سيمو قالكو داد بضن أي وفا إذستان مركك وذا إن شاء الله تعالى انت أنا مقالك إن قلين أن كوسو لين حبيبك إن صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلنبدأ على بركة الله بسم الله صلوا هذا صاحبي نرت رسولك صلى الله عليه وسلم انت وقرآن كوشيغي انت حديث كوشيغي قاركو داي دراجس كيهين ايو كوة مركز الدين تي وضعيغا ايو عرفيغا عاديغا دقنا دا اسلام كوري بان ايو مركز لغربو انت كالي داو اهان والو استعمالي كرا لما انتو دون داوين ايو لغسامي لرو اسكو متشران قاركو دا مركز داتكو ايدلان قاركو دنا مركز داتكو لغي لاليا لكن واحد جرت إن شاء الله تعالى در مركزي باب إنيسا دي ليسا إريسا تشينكا يعني أضطك الدبا مركا كان كودا كبلاوي إن شاء الله تعالى وحلديت أما حلديت وحلو يقانو ودر آتي أدو مهمسن قريقا هداد كشدد هداد عبتد وحبطن ونعبي هاي آتي ونعبي هاي ولغي استعمالا رقيات كلن ولغي استعمالا جد ليرادو وحلقة صار جد ليرادو إن جدا أو جد لقصة ما يحبك هان أرتي سأعد أي أريسا ونعبيها جدا كيسن وخرار أعد نوص أريا وحلتيتك وحي سامين كويل نيسا أرتاسي تشينك سامين كويل نيسا جركا جا يو خارج كبا وحين كينيسا إنه مركزي عبور اسمه أو نقص كوكيرمو قفك هلو أريو أما حال اللقصيو أما مركزي هلو سمايو مركي هلكي مرنا مركزي هل جرام كبدن لقى بس يقف كل جوما بديو محي لي إسقى وحاو كان يا جركا جاينو مركز يسعده مركز جركا جاينو تحسين نقاط الدفاع عن نقطته وتشينكوس ودوانين هدار بتد هل تيد كاس أي عقد لديكتا وحلقة إلى عليا يعني وحلقو إلى عليا ويل مركزي أو نجح كاس ميسن مع كاس ميسن كاس ميسن لو سيو نقاط معناها مرور بمدل استعمال الكرام مركز هل تيد كا wa very important to wa aad muhiim yahay jinka oo dhan guriga ka saaraya hada ku shidid tusaalan ku sheegaya oo aan riyooyinka badan ku sheegna masaska mas hadii aad guriga ku shidid maxaa jiraada xaldid maso dhawaanayo xasharaadka jinka saameynta la leedan gurigaada way ka qaxayaan sadarteeda ogow masasku waa jin qaar kood rasuul sallallahu alayhi wasallam uu sheegay wuxuu yiri masaska oo walaalihiina marka hadii aad aragtid mas saddex mar ah biyo waxa tiraada ilaahay ka cabsu guriga ka bax ilaahay ka cabsu guriga ka bax ilaahay ka cabsu guriga ka bax hadii uu ka diido waa shaydaan kaafira weeye waa dil karta marka ogow rasuul sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu an alhawa in huwa illa wahyun yuha marka haltiidku waa sidaas geedka labaad saliida liirada zaytun ama zayd zaytun ama miraha zaytun qala taala fi surati markasi an-nur الله وحده سبحانه وتعالى آية صدنيشنات يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور جيت كان واجد وين أو مركز جيدها وين هذا كم ذا الله قرآن كيس كل شيء سبحانه وتعالى ملك البدن صورة وتين يلوش شيء وتين وزيتون يعني مرها لو يقان زيتون والزيتي والزيت زيتون ايا لو يقانا سحرك ايا مسك ايا لغو داوية مركا اد بوفي عيا هاي جيتك كلام مراها كلا وحبة البركة محبة السوداء قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء
فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. السام هو الموت يعني لمشاد المويني يعني. هذا مركز نمان عضرات بدنك أي يكون روحي قابو ويوفي عن تاي تلك أقوي كإلا لنيسا حبة سوداء مركز آدو استعمال إن شاء الله أذيق وكو قصايا ملبك يزيد زيتون نمان عضرات ويوفي عن تاي حبة زيتون سيدوك حبة البركة سيدوك له أو زي زيتون لغود ري نمان حالاتك السحرك يوم لمسيقا يالغودا ويا مركز رقيادة لغو أخريو غارهان مركز سحرك وجركا قلو غارهان marka ku galo qaad cunitaan ahaan ama qaab aad aabtay jirkaaga wixii uu ka haleeyay ama caloosh ahaan meelay uu ka haleeyay ayuu islaaxinayaa habatul baraka ama hab sawda jirkaagana waxay siinaysa difaac adag oo shaydaanka iyo jinka aanu soo gali karin marka iyo xadgudubka bini'aadamka xataa ishooda way ka ilaalinaysa jirkaaga marka aad ay muhiim ugu tahay insha Allah ta'ala wa hadiyad isticmaal insha Allah geedka kale waxa la yiraahdaa sadab ayaa loo yaqaan adi kullay sawirkaysa ka tusinaya waxa u taqaanid kullaaday yaqaana waa geedaha yelalka ama geedka waxa loo yaqaan magaciisa fiixal sidoo kale waxa loo yaqaan xashiishul jin geeda yaani jinka ya waa geed wanaagsan araftiisu way fiican tahay laba nooc weeyaan midna bari weeye oo iyo mid bustaaniya oo beeraha ka baxa ashaata waxa kamid tahay kuwa khatarta ku ah oo aad u saameeya jinka jirka binaadamka jinka ku jira dhamaantiisa uu ka takhallusayaa qofka marka cabitaan ama qabaysa la siinayo markii la tumo kadib biyo ayaa lagu darayaa oo ruqiyo ku akhrisay geedka miraha saddexaad waa timirta timirta faa'iido badan ay leedahay sixirka lagu daway qaal sallallahu alayhi wasallam man tasabaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu dhalika alyawm sihr summun wala aw sihr sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka alayhi salatu wasallam wuxuu yiri qofkii todoba xabo timirta ajwa cuna maalintaasi sun iyo sihr wax kama taraan العجوة من الجنة وهي شفاء من السم رسولك حري عجوة جنة أي كتمة سنتنا عف ماذا وتهي يعني تلك هاي وحياة بعض سمينا ميت كان وحوي ومسكي مسكي والله وضع قناة إسقى معناها عشابة كما سميسنا يعني جيدة هي ريركا على جمع كانوا لكن إسقى حلقة جس وصارا غزل يحلو يقانو يلا جس وصارا طبقة أما وحياة عرفنا أسا وبقرسن إله سبحانه وتعالى قرآن كيسو كل شيء جاي وحبكت الجنة ذا جركا جا على شهاد وقت كينا يا شراب حان إيو مركزي جركا صنت وكسر قال صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك ويرى صلى الله عليه وسلم والمسك يؤذي الجن الكافر إذا أن شديدا رسولك حري صلى الله عليه وسلم جنك أو شيء كافر كأذو دبايا وهو سيود جايا ون عجنا يا وينقصك حري يعني وهلاجا يا مر قركض جيت كان كلا wa sidriga ama geedka gobka loo yaqaan geedaha waaweyn oo caleenta cagaaran ayuu kamid yahay waa la tuntaa waa biyo lagu darsadaa oo ruqiyo la saaray waa lagu qabeystaa geedkan kale waxa loo yaqaan aanayson magaciisa isagana geedaha caadiga ayuu kamid yahay wadamada aad uga baxa waxa la isticmaalaa habatul baraka ama habata sawda sida sharaab camal markii la karkariyo malab lagu daro waxaan loo isticmaalaa jinka marka ku laabo ama shaydaanka markay siraac lagu la jiro wuxuu furaa yaani xididada ayuu furaa si uu shaydaanka uga baxo geedkan kale waxa loo yaqaan nazinj nazinji waa leemada bambeelmada agaarkeedu weeyaan yaani waxay qayb ka qaadanaysaa waa leembambeelmada yaani waa marka jaalada tahay agaarka ay tahay burtuqaalkaasi waa marka ay yaani jaalan qoto bislaato nafsada waxa qayb ka qaadanaysa arafteeda nafsa ahaan nafsadaada hurdo wacan oo markaasi malab marka ku dartidood ku cabtid leembambeelmada yaani wax loo yaqaan furlaatada laga sameeyo cabitaanada leenta caadiga oo seekada sideeda marka malab ku darsatid waad cabtid jirkaaga nafsi ahaan nafsadaada way xasilaysa geedka wax loo yaqaan miica waa dareere waa geed dhacaan laga keen waa sida yaani waxa looga dareera oo looga dhacaansada sida wax loo yaqaan midan maxalay raad midan qabuuraha la suro yaani dacarto kale sax oo markaasi dhacaan leedahay kadib qofka macnaha si tartiib ah ayay markaasi madax looga qabanaya sida xabagta oo kale madax looga marinaya dhaca loogu dharoobaya jirkaaga jinka way ka ilaalinaysaa dufinteeda biyo lagu daraa زيت ام سليد او القرامين والقدره جيت كلام ومراع كلام والرمان قال عز قال الله تعالى سوره الرحمن فيها فاكهه ونخل ورمان يسجن ولا تميا قشري سد بولكيس يعني قلبتيسا وقلالا كدبيه لو دريا او مركاسي للرقيه اما قران صار كدبن ولا لعب سين قف جنك قبا
كاسو وكسا عيدا إن شاء الله جنك إنو كبحو بأمر من الله عز وجل جيد كلا قدن بيا جيدا هان شيء إنو وحلو يقانا سيدراروس يعني وحلو يقانا سيدرا سيدداروس أي لو يقانا وحلو يستعمالا جنك إن لغو سارو جنك نوع هوائي لو يقان نوع هو ذا الدولة مر قاركود قرياشة دقن قدتك قرياشة صوغلا مركاسي دبات إيو مشكلتكو أبورا مركا قاركود نو مركاسي قولك قد دقن مركا والغوش ذا أما مركاسي والغو أخرية سورة البقرة ودميستران كديمن إن شاء الله تعالى واتكبك زوني ساعة سيدو كلا أرينتا سعاشة سويدين تمن واحد تاي جيت قصد الهندية إستغنى وكمي دي هاي جيت كلا إرادة قصد الهندية إستغنى شايدان كوني عبيا جنكا وكعر رايا عصبضو وني عبيا هاي لكن أديقو مركاسي راعي تلابضا راقيقا ذا أما مركاسي قفك مركزي أد ورسني سيد قفك أسبضه وكلام مركز تلس كجمشبه ملها مش الوجود ري أما مل أوجيا الوشبه ملها أوجش كيسنتا لكن مركز تدكوش تدوه دي بيسا هذا جاي بين الدجال كوسو قادن أبيجو عن دفاع كتشرنا أي كل باتيه يعني أدو ما سنتين صاحبيا وحرجينا إنها تكفى يدين كده هس يدرت هس يعني يوصل بندقينا قاركود حلقة جاي بين أجدو يكتاله لكن محنا إذا أذن فهم سنين مركز هذا أركتين وحرجينا نتكفى يدين سندونتيد إن شاء الله تعالى أدبنا دين سلامية خيار تقييمها هي قاياها نقمضا ربي سبحانه وتعالى هذين حفظي ودمانتين وحد الله هي أستودعكم الله الذي لا تضيع وضاعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.